ورايح اختبارات نادي الزمالك اكيد برضو اول تمرينه مع الفريق الاول ما تنسيش. كان عندي 16 سنه ونص كنت بتمرن مع طبعا فرقه الكابتن رفعت عطيه كان ماسك فرقه 17 سنه وانا بتمرن لقيت الكابتن رفعت واقف مع كابتن عصام بهيك كان الكلام ده بعد الحرب 68 تقريبا وكان بدا الدوري هيرجع او بدا كان يتعمل دوري حاجه اسمها دوري داخلي او دوري مجموعتين انا مش متذكر قوي يعني عايز كان دوري مجموعتين على ما اعتقد. المهم كان في الكابتن عصام جه قعد مع الكابتن رفعت في الملعب واحنا بنتمرن وشويه لقيته بينده الكابتن رفعت قال لي تعالى رحت لقيت كابتن عصام بيقول لي بكره يا ولد تيجي لي بكره الساعه 10 كابتن عصام بهيك كان عندنا كان الزمالك هيلعب الترسانه فانت تيجي بكره الساعه 10 عشان تبقى موجود معانا بكره في الماتش بتاع الترسانه انا حسيت ان الملعب بيلف بيا يعني اول ماتش بقى اول مره عصام بهيج ورافض بيكلموك وتعالى فطبعا انا بقى عرقت وقصد ما انا عرقان ومترعش العب فين اروح فين يعني بقت العمليه عندي في 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 يعني الدنيا مش مظبوطه معايا روحت البيت برضه زي ما انت عارف برضه يمكن انت بتمر بالحاجات دي لما تكون راح تلعب واول ماتش تلعبه ما بتنامش يومها ومفاجاه كده فطبعا بتبقى عمليه صعبه قوي المهم قمت طبعا انا ما اعرفش نمت ولا ما نمتش كمان انا مش عارف انا مش رحت المهم لقيت بقى اللي ايه خدوا بالهم طبعا خدني وهداني وقسم بيه وقعد يكلم معايا واللعيبه الكبار وبقوا يعني